أكدت سعادة الأستاذة فايقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أكدت أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال وجود الممثل المعين لمكتب المنظمة في البحرين، بما يسهم في تطوير الرؤية المستقبلية في مختلف المجالات الصحية. وخلال اجتماع افتراضي مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أشادت وزيرة الصحة بالجهود المقدمة من منظمة الصحة العالمية وبدعمها المتواصل لتعزيز وتطوير التعاون والمتابعة والتنسيق المشترك فيما يتعلق بطرح أهم الاستراتيجيات الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي. من جانبه أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية على دور البحرين الرائد في المجال الصحي وعراقته، معبرا عن إعجابه بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجال الصحي وبخاصة في مجال التصدي لجائحة كورونا، والتي تعد نموذجا يحتذى به على مستوى العالم، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرة ونقلها لجميع دول الإقليم. بدورها توجهت الدكتورة تسنيم عطاطرة الممثل المعين لمكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين بالشكر إلى حكومة البحرين على عملها الدؤوب للاستجابة لمختلف الأحداث الصحية العامة.